محمد خطاب اسلام والهدف الاول، اسلام جمال والهدف الاول لفريق الاسيوطي. الهاس الاوادي على طول اهو شايفين على طول في كده خناقه ما بين احمد خطاب حارس مرمى فريق دمنهور واسلام جمال، وادي حكم اللقاء راح يحذره وهيديله انذار ولا ايه؟ لسه كده هنشوف بقى، بنتابع مع حضراتكم. ادي فعلا انذار من نصيب احمد خطاب، اشترك بدون داعي مع اسلام جمال اللي توجه للمرمى عشان على طول يجيب الكره ويلعب الكره بسرعه. اسلام جمال والهدف الاول لفريق الاسيوطي. اسلام جمال هدف احمد خطاب اسلام والهدف الاول، اسلام جمال والهدف الاول لفريق الاسيوطي. الهاس الاوادي على طول اهو شايفين على طول في كده خناقه ما بين احمد خطاب حارس مرمى فريق دمنهور واسلام جمال، وادي حكم اللقاء راح يحذره وهيديله انذار ولا ايه؟ لسه كده هنشوف بقى، بنتابع مع حضراتكم. ادي فعلا انذار من نصيب احمد خطاب، اشترك بدون داعي مع اسلام جمال اللي توجه للمرمى عشان على طول يجيب الكره ويلعب الكره بسرعه. اسلام جمال والهدف الاول لفريق الاسيوطي. اسلام جمال هدف